أكبر الأمور هي إعلان أكبر صفقة في تاريخ الطيران السعودي ب 105 طائرات مع شركة إيرباص، وأكبر استثمار في تاريخ المملكة العربية السعودية من ناحية تجربة السفر وتجربة العميل. هذه الصفقة واللي عدد الطائرات فيها وصل إلى 105 طائرات مقسمة ما بين خطوط السعودية وطيران أديل، نتحدث على 54 طائرة بمشيئة الله سوف تنضم إلى أسطول طائرات الخطوط السعودية، و 51 طائرة سوف تنضم إلى طائرات طيران أديل. هذا الاستثمار الكبير سوف ينعكس بمشيئة الله في تحسين وتطوير تجربة المسافر. نتحدث عن مقاعد جديدة، نتحدث عن أنظمة ترفيه جديد، ونتحدث عن إنترنت سريع يمكن الضيوف من مشاهدة البرامج الحية. هناك خطة للتوسع في طيران أديل، وأيضا خطة توسع لخطوط السعودية. هذا العدد الكبير من الطائرات سوف يمكن الشركتين من زيادة الوجهات ومن زيادة أيضا عدد الرحلات القائمة الآن حاليا. هذه الاستراتيجية بتقول أنه الخطوط السعودية سوف تتمركز في وتتموضع في جدة، وطيران الرياض سوف يكون في مدينة الرياض، لكن وحتى يكون في توضيح بشكل كبير، الخطوط السعودية لن تترك مدينة الرياض حتى يتم التأكد أنه تم تشغيل الرحلات المطلوبة لمدينة الرياض. هناك واجب وطني، وبكوننا ناقل وطني للمملكة العربية السعودية هناك تشغيل سوف يتم ويستمر من الخطوط السعودية لمدينة الرياض إلى أن يتم ويكون هناك وضوح ووقت لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية. نعم، الاستراتيجية الوطنية بتقول الخطوط السعودية حتكون الهب أو المركز المحوري لها جدة، والمركز المحوري لمدينة الرياض حيكون مخصص للطيران الرياضي. حقيقة أهداف كثيرة، لكن ربما الهدف الكبير وهو جلب العالم للمملكة. الخطوط السعودية تسعى لأن تكون أجنحة رؤية المملكة 2030 من خلال ربط العالم بالمملكة. هناك فعاليات كثيرة بتصير داخل المملكة، هناك رؤية طموحة معتمدة على زيادة أعداد السياح، هناك هدف كبير وضع 150 مليون زيارة. الخطوط السعودية سوف تساهم في هذا الرقم. هناك هدف وضعه سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان للوصول إلى عدد 330 مليون مسافر بحلول عام 2030. الخطوط السعودية سوف تساهم في هذا الرقم بشكل كبير إن شاء الله. قول هذا الوقت وهذه المرحلة أن هناك، نعم، هناك نقاشات ويعني دراسة لهذا الموضوع بحيث أن تكون النقاط عبارة عن يعني تجمع ما بين خطوط السعودية طيران الرياض وطيران أديل.